تحركات الجيش السوري الحر في الميدان لا تتوقف أبدا، فلم يعد لهم اعتماد إلا على رجالهم وسلاحهم كما يقولون، سلاح بات مصدر اطمئنانهم الوحيد في ظل أجواء القلق التي لا تفارق محيطهم أرضا وجوا. الجهاد يحتاج إلى السلاح، يحتاج إلى أعداد، يحتاج إلى القوة، والقوة تأتي الآن من التقدم التقني في السلاح والتقدم السلاح القوي والفعال، وأغلب السلاح الذي يجب أن يتوفر هو السلاح مضاد الطيران، وهذا عدده قليل جدا في هذا البلد. نسبة كبيرة من الأراضي السورية غدت تحت سيطرة المعارضة المسلحة عدا المدن الكبرى، هكذا تقول القيادات الميدانية. ومع تقدم حظوظ الحل الدبلوماسي بفعل المبادرة الروسية، ما عادوا ينتظرون أي ضربة غربية لتعينهم في خيارهم العسكري، وإن كان منهم من لم يصدق الأمر منذ البداية. نحن الثوار وجيش الحر هاللي موجودين بالسيرة، نحن بإيدنا وبزنودنا وبرجوليتنا إن شاء الله بدنا نشيله، بس نحن عندنا طلب عندهم يدعمونا بالسلاح وماليا بأي شيء. هؤلاء الجنود ينتمون لألوية مختلفة، لكن يجمعهم الآن هدف واحد هو إسقاط حكومة الأسد. لا يثق معظمهم بالتدخلات الدولية، ولم يعد أمامهم إلا البحث عن البدائل. قادرين نحرر أرضنا بإيدنا وبسلاحنا، نحن إذا بدنا نطلب الدعم نطلب الدعم من الله وبعدين من دول الصديقة. التوجس من القريب قبل الغريب دفع العديد من كتائب الجيش الحر لنشر كمائنهم في مناطق باتت تحت سيطرتهم. لا تعول معظم ألوية الجيش السوري الحر كثيراً على المجتمع الدولي في كسب معركتها ضد القوات الحكومية. هم يقولون إنهم أهل لهذه المهمة، ومطلبهم الوحيد هو الحصول على السلاح النوعي دون أي تدخل عسكري خارجي. رفيدة ياسين، سكاي نيوز عربية، ريف إدلب.